حياكم الله مشاهدي ومستمعي برنامج ناس وحكومة. مشاهدين الأكارم، في بداية كل حلقة أنوه إلى أن أرقام البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة هي للتواصل مع المشاهدين، والأرقام اللي راح أذيعها الآن مستمعين الأكارم اللي يسمعون الآن عبر إذاعة المدى يسمعون برنامج ناس وحكومة هي 077-30-60-60-60 وأثير 0780-77-455. هذه الهواتف مهيئة للمتصلين اللي يسمعوني عبر إذاعة المدى بالتردد 92.8 FM. بداية مشاهدين الأكارم، دائما فقرة تلاحق الاجتماعية، مشاكل أيضا متعلقة بين جهة سياسية وبين مواطن من المواطنين. بلاء المقدسة اليوم 1200 عائلة تواجه خطر. مشاهدين الأكارم، مثل ما تعرفوا داعش دخل داعش، ومن دخل داعش إلى محافظة الموصل ومناطق الدار والأيمن. طبعا أخوتنا هي المكون الشبكي، الشبك كان نازحين إلى منطقة استقر مؤخرا في محافظة كربلاء. كربلاء النازحين وبين وزارة الهجرة وضخم للغاية في محافظة كربلاء، النازحين إلى صيغة حل يعني المواطنين المهجرين أو فقلت لهم بكربلاء، وإن شاء الله إحنا نتكفل لأصحاب الفنادق وكل وقتي راح احنا نتكفل لكم ببناء في محافظة كريعة. هذا الحكي، هذا الكلام صادق في حزيران شهر وراء حزيران، وإلى الآن استمر الحال بالنازحين يسكنون في فنادق الشبك، استمر الحال بسكن في الفنادق. طبعا الفنادق هم يردون حصتهم للأموال من بدل السكن، هم أيضا استغنوا عن عدد كبير من الزائرين، كبير من الموفدين أو الوافدين إلى المحافظة، بمحافظة يوفدها زائر إيراني، زائر بحريني، زائر كويتي، زائر عراقي. أيضا أبو الفندق هم يريد يربح ويريد يتكسب، وهذا يعني عيشته، يعني هذا مصدر رزقه. اضطر يعني من المؤسف جدا أن يصل الحال بالنازحين وأهل بأهلنا في كربلاء، يعني حالة مؤسفة. وصلت قبل النازحين تلقوا حقيقة ضغوطات فنادق خلال أي مجموعة من النازحين من الفنادق، وهين لا زال مصيرهم مجهول. مشاهدينا ومستمعينا الأكارم، في التقرير اللي أعده زميلنا بالتحديد كله بين النازحين الشبك حول الفنادق في كربلاء لنشاهد. أشهر مضت والمئات من النازحين في فنادق استأجرت لهم وسط المدينة، لحين إنجاز الذي تعمل عليه وزارة الهجرة، ومع أن كثير من أولئك النازحين الضيقة، لكنهم اليوم أصبحوا مطالبين لعدم توافق من قبل الحكم. ما نعرف ليش يطلعونه، لأن ما يقولون خلص، يقولون العقد، فنحن ماكو على يا حال نطلع من الفندق، نطلع وين نروح؟ نروح نطلع ننام بالشارع، مو نفر نفرين ثلاثة، وين نطلع؟ شعب اثنيناتهم والباقي شرطة، ليش عيطلعونا؟ ما عندنا كل شيء، أرملة حرمة، أرملة ايش اسوي؟ أنا مو عراقي، خلي دولة توفر كرفان، قاعد غرفة ثلاثة في اثنين. لجنة الهجرة مجلس كربلاء أوضحت أن نصب مخيمات مؤقتة لإيواء النازحين الذين وعز التأخر إنجاز مشروع إسكان النازحين، تأخر المصادقة على كشوفاته ومخصصاته المالية بل الحكومة المركزية، في حين انتقد مبلغه سبب مشاكل كثيرة بالنسبة للنازح بهذا الموضوع. أنه الحلول البديلة في الوقت الحاضر، الحل البديل رابعا الحكومة المحلية تلتجئ للخيام. اللي حصل أنه كشلا في الفترة الأخيرة وصكوك كربلاء إلى 15 شهرين انتهت السنة المالية، ولم يصدق إلا بالمتأخرين، بحيث أن المقاول أبو المقاول الخاص بالبنى التحتية هناك مشكلة بالحصة الخاصة من الكرفانات، المحصة هي 1250 كرفان كربلاء، ولكن حد الآن 450 كرفان لا وزارة الهجرة والمهاجرين. لا أكد التواصل العام كان النازحين جنوبي، وحملت اللجنة العليا المشرفة على ملف النازحين إنجازه، فيما بيّنت أن قدمت عدد من الكرفانات للمشروع. الكرفانات اللي تم إرسالها من خصص المحافظة كربلاء هي 1000 كرفان. الوقت هذا اليوم عن طريق المصل 460 كرفان من قبل شرقي، و 250 كرفان دعم من سيد معالي الوزير، أرسلت قبل أسبوع تقريبا اللجنة العليا هذه، لان وزاره المهاجرين صلاحيات واللجنه الفرعيه ايضا بصلاحيات. بين مطرقه الفنادق التي انهت هجره العقد معها لعدم توفر الاموال وسندان هيئه الان، رغم مرور ترى مشكله اسكان النازحين في كربلاء قائمه، والاتهامات توجه لف النازحين علها
تجد حلا للمشكلة. من كربلاء طارق الطرفي. شكرا للزميل طارق الطرفي، التقرير كان وافي وأعطانا معلومات دقيقة عن وضع النازحة. هناك مشكلة حرم مستمعين بين النازحين الشبك بين أصحاب الفنادق، وأعتقد حسب رأيي لا يتحمل أكو مشكلة مركبة بالحكومة ممثلة بوزارة الهجرة والمهجرين ومن جهة طبعا هذا، والمشكلة الأخرى تتحملها مجلس المحافظة على اعتباره السلطة الإدارية المحلية تذكر أقدر على إيجاد صيغة من التفاهم مع المواطن للحصول على استثناءات بشأن النازحين كربلاء. معي ينضم من السيد حنين قد الهجرة والمهجرين النيابي. تسمعني سيد حنين؟ مرحبا. ومرحبا بكم، تحياتي لكم ولقناتكم ولمشاهدي القناة الحقيقة والمقتربين والمرحلين، أهلا ومرحبا. عفوا سيد حنين قد نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابي. سيد حنين، شنو بالتحديد قصة معاناة في كربلاء؟ بالتحديد أسمع من جنابك دقيقة بشأن وضعهم الآن، في هل تم إخلاءهم بشكل كامل من الفنادق؟ يعني توافق أو انسجام فنادق وبين وزارة الهجرة والمهجرين تم تمكينهم في الفنادق؟ ليش يعني وصلت أصحاب الفن يضطرون إلى إخلاء النازحين؟ الرحيم، يعني في واقع الحال المين والعوائل النازحة من كل الجهات ويعانون كثيرا عدم قدرة مسؤولين المهجرين واللجنة الوطنية العليا لغرض تخفيف معاناة النازحين بموضوع إيجاد السكن الملائم ولولاي النازحين. لعشرات الآلاف من الشبك وتركمان والمسيحية واليزيدية توجه الكثير من أبناء القوكية إلى المناطق الجنوبية وبدأوا الاختيارات والهياكل والمناطق. وزارة الهجرة والمهجرين قامت باستئجار 1200 عائلة في هذه الفنادق 6 أشهر. مرة أخرى مع الأسف وزارة الهجرة والمهجرين لم يستطيعوا الحقيقة برنامج يتعلق بموضوع بناء كرفانات المخصصة في هذا الموضوع. كانت المسؤولية تارة تلقى على المحافظة ومحافظة كربلاء وتارة أخرى على الهجرين. بعد تدخلنا من قبل الوزارة الهجرة والمهجرين وهذه الفترة الزمنية انتهت في يوم 9/2015. نعم. الخميس الماضي أمرني وبيرجوا إلينا بفنادق من المهجرين بدون التفكير بمصيرها. بس وزير الهجرة لأصحاب الفنادق سيد حنين، أعتقد اليوم كان المطلق تمر العمل مجلس الوزراء، وقد طلبت الحقيقة بتمديحها لفترة قصت التي الآن يتم إنشاؤها. المشكلة الحقيقية أن لم يعطوا المشروع، وبالتالي هناك تباطؤ كبير. يتم انشاء الكرفان يعني الان فقط بدون شك لا يكفي. سيد حنين، اسكان سيد حنين، سيد حنين، اذا مسؤوليه كبيره تلقى. طيب مجلس حنين، سيد حنين، سيد وضحت الفكره سيد، وربما توجه جهود غير معروف، لكن بدون شك هناك معاناة كبيرة وغرباء في بلده حنين لدى المؤسسات الدولة المختلفة. سيد حنين عيني، الهجرة اللي أمر بإخلاء النازحين النازحين بإخلاء فنادقهم، تدفع للفنادق لتمديد قرار الحياة في هذه الرسالة. قام أصحاب الفنادق بإطفاء الكهرباء طيب وعدم تزحى، وقاموا ب يعني الغالبة بمعالجة وضعهم أيضا وزارة الهجرة والمهجرين. أنه وزير الهجرة كان مهيئ أمر بنوع من النازحين من الفنادق مو هيك حقيقة بلغ تخصيصات معينة للكرفانات، لكن هناك تحتية وإيصال الخدمات وخاصة الكهرباء كلهم يزيد خدمات، وبالتالي هذه الكرفان لاستقبال بعض العوائل النازحة علقت في شوارع كربلاء ومناطق أخرى. الهاتف من بغداد، مشاهدين الأكارم، مستمعين الأكارم، ليل طارق الطرفي ودور نائب رئيس لجنة المهجرين. مفادها أن النازح وتجد كربانات صالح أوامر. عموما أنا أتمنى من الزملاء في الكونتور ضيف الخطابي إذا لا أن يجهز للوضعات العربية. أعتقد جازما أنه هذه المشاكل مجوة بين الحكومة الاتحادية يجتهد في قرارات محددة والحداد يوجد السلطات المحلية إذا ما قدرت توصل إلى تنفيذ رغبات وقرارات رغبتها ببناء
بشرف الخطابي اللي هو رئيس من مجلس لبرنامج ناس وحكومة بعد كان أم خير. الرساحة المضيئة ستكون ذلك الوهج. هي نبض الحقيقة والإذاعاتية وستنفذ في كواليس الدولة ومواقع القرار. أهلا بكم المشاهدين. إذا كانت لديهم استفسارات أو تساؤل يترددون وخايفين بهاي الفترة، هناك أخبار عن إفلاس العراق وهذا الإفلاس ينحات، كلها أنباء تصير هاي حقيقتها ومدى تطابقها مع الواقع. الأستاذ الاقتصادي لرئيس منبيك مشاهد في أم المستمعين، فبإمكانكم توجيههم عبر الهواتف التالية وهي 077-782-07-7 أخرى. اسمح لي أوجه لك السؤال مبرير للغاية، قد يصل إلى مرحلة أنه الأشهر القادمة. لا بالحقيقة هاي الضائقة هي غير الإفلاس، بالحقيقة هبطت الأسعار أكثر من في شكل مفاجئ ضد الإرهاب. 5 محافظات اليوم القوات بسوريا العراق، العمليات تستغرق كثير من الموارد، الحرب الضائقة، التكيف ليس بالسهل الحقيقة. الحقيقة إلى الوقت الحاضر احنا أمننا 50 رواتب الموظفين اللي هي الأساس، ما عندنا مشكلة، هي أمنت يعني في نصف المشكلة حلت. السؤال يعني كيف تتدارك أولويات في هذه الأموال؟ نعم، الأولوية الأولى هي اقتصاد حرب كما تعلم. نعم، حوالي 25% هي للحرب، تجهيز مسألة رواتب الموظفين. تعرف اليوم رواتب الموظفين يعني في تقديري في 35% من سقف الموظف، فلحد الآن لم تمسان، حتى كان لكم مشروع للإدخال إجباري، هذا مش أديلة طوعية خلينا نسميها. طيب، لذلك الموارد سيتم عن طريق إصدار سند وطني يعني طوعية يعني هذا السنة، يا انه يحافظ على القوة الشرائية تقرض بها، يعني خلينا نقول تاخذ ما يعادلها بالدولار او سنتين او ثلاثة دون مساس بالقوة الشرائية، لواحد يعني طيب يخاف من طلع يعني. هذا جزء من المشاريع اللي احنا كبدائل مقدما يعني. راتبه مستمر، ماكو تقليص في رواتبه؟ ماكو تقليص، لا 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 مستحيل يعني، هذه مسألة أولوية أولى بصراحة. اليوم احنا عندنا قرابة عدد كبير يعني 4 × 5 يعني 20 مليون عراقي، هذا رقم كبير. صحيح، 2.5 متقاعد أيضا، فيطلع من الدولة، لذلك الدولة حريصة بهذا الموضوع. تواجه مشكلة مع العاطلين مع العمل على ما أظن، والمشاريع المشاريع اي نعم، اليوم الأولوية صارت الموازنة. نعم، أين مشكلة فعلا يعني. أنا أقول لك المشاريع الاستثنائية أو المحلي، لكن من خلال السوق للمصارف حرك تشكل حوالي 13 إلى 14% من سقف الإنفاق في هذه الفترة. أستاذ مظهر، يعني العاطلين الحالي بصراحة لا يمكن التبشير، هذا صعب. أنا أقول لك صعب صعب، هي عندما طالع عاطلة اليوم إنتاجية 10 ساعات إلى 15 دقيقة، 10 دقائق عندنا. صحيح، عدد الموظفين يعني طبعا شلون تقبل عليه الحكومة؟ عدد الموظفين 150,000 موظف، في تعرف هل تستغرق تحتاج إلى 200,000 موظف عملية. تخوف الموظف وغياب فرص العمل. زميلنا المستمعين، خلونا نشاهد التقرير التالي مع رئيس مجلس الوزراء. تره على النفط وعدم التنوع في صادراته، خاصة بعد انخفاض سعر، دفع الحكومة إلى فرض برنامج التقشف سلبية على المواطن الإيراني. وقيف مالتنا واقف عابر النغصة على الكر زين، أجرين 25,000 دينار جاذب كراوي، خلوا عنكم وبعين الله. طويل متعددة، ويخرج من أزمة يدخل بأثير بالغ عليه، أولا 40 يوم ومرات اكثر شوي بنا حياته، انه هذه المولده هذه الكذا، تاخير يؤدي الى خلل في الاموال الذي حصل في سنوات الماضيه الاكبر في ايصال العراق الى تلك الحاله، ويخوض تنظيم داعش الارهاب، فيما يرى اخرون ان الاعتماد على الكفاءه الاقتصاديه هو الحل الامثل للخروج من تلك الازمه. النفقات الحربيه والعسكريه الزحين اصبحت عراقيه، ولا بد بعمليه الهدر بالمال دون أن تحصل على نتائج. المشاريع الموجودة، المشاريع الجديدة العاصمة بغداد، نجد أنه أكثر من 7 في داخل العاصمة بغداد. هذه أن التقشف هو وصفة تعطى خارج إطار إمكانياتها. سؤال هنا، هل أن العراق قدرة الانفجارية أتها الأعوام الماضية، أم أن العراق والمالي مدى؟ هشام علي. هشام،
استاذ مظهر اللي يتحدث معلومه اللي يتحدث بها معلومه خطيره للغايه، 100 مشروع متلكئ يعني لا متوقفه فعلا، يعني الانجاز بها متوقف، اللي هم تعدي مدفوعه حسب الانجاز، يعني جزء 20%، والعراق كله هي ليس بس بغداد النحو، يعني يقال انه يعني مدفوعه عليها قسم سلف قسم بالمعنى هذا، وهذا ناجم عن توسع غير ما في ظل هذه في ظل هذه الضائقه. خبره في اداره الاموال العراقية على برميل نفط، هسه اقول لك شيء واحد، أيه؟ الموازنه زادت 5 مرات، نعم قدره على الصادرات النفطيه جديد، يعني لا عندي زراعه لا عندي مصانع كل شيء ماكو، طبعا سوينا صندوق بشهر كما اراد الصندوق، قال عندكم 20 مليار فائض في صندوق تنميه العراق الديافه، فيكم تسد رواتب موظفي الجمهوريه لمده 6 اشهر، كيف تمشي القصه؟ وهذا اللي هذا احنا المازق اللي بيه الوقت. يبدو معي عمر حيكم والله ما عدا صادرات ما عدا لبنان وايران ايش قد واجهت عقوبات ايش قد واجهت يعني من عايش سياحه واليونان وتركيا عايشه على السياحه يعني وعدنا صناعه وعدنا نفط وعدنا غاز يعني الفتره يعني وثم الصناعه ليش يعني اكبر معمل البان بالشرق الاوسط وزاره الدفاع مثلا وزاره الداخليه ليش ما تتعاقد ويا هذه هم تفيد الدوله وتفيد المنتج الوطني يعني هسه الزراعة خلينا احنا بس السؤال يعني هذا عمر اكون تسمعني شكرا خلنا ابو غريب كواليس شنو اللي حدث في الفترة السابقة استاذ مظهر هذا عربي نعم يعني هو هذا الواقع الحالي يعني صحيح الحليب اللي تروح به ثاني تركوا يعني ما قيمة نتربي كو تكامل اقتصادي يعني جزئي ثم كلي بعقد يعني ايش قبل اسمح احكي بالموضوع هذا احنا 3 صار عقد هذا عقد اخر اضافي ايضا بالتبدلات والاهواء وعدم الفهم وعدم وجود مشروع حقيقه الدوله هذه للحكومه بالحقيقه هو اقتصادي هو 6 نقاط واجهت اسعار النفط اللي هي الرافعه اليوم لولا ايرادات النفط من تجيك ايرادات القاصي والداني وحرب حرب مجهوله ما تعرف من مصدر قلق نعم. اخر يعني مطالبها مشروعه طبعا كلها مشروعه الناس تحكي بالسيوله لما عاد هي هاي المشكله شو احكي لك خلال عام فلوس الموازنه لا ماكو يا ما احنا راح نتوقع شيء يجينا من تدفقات شو ما تجيك من تدفقات لازم تروح تدبر حالك تقتل حقيقه تاخذ هذه تطابق مع ما مخطط ذاك الشهر اذا ما الدفاع للرواتب او الثالثه للاشياء الطارئه او هكذا يعني تاجل بعض الطر يعني هكذا ترسم اولوياتك لعشان يعني فعلى هذا الاساس رئاسه اداره ازمه في كل محافظه اليوم تدبر اللي يجيها الموجود اكيد يعني لان بدروا الى ان عجزوا احكي لك محافظات من 10 سنوات ما العلوم الحاليه ثم يعرفون كل زين نعم وتبقى المحافظات للاسف الشديد ان شاء الله تنحل الازمه ومستحقات المعدين بدات طيب. الدوله تدبر اموال لهم اول دفعه حوالي تريليون دينار راح تتوزع قريبا يعني المحافظ ان شاء الله بالتدريج نعم اخذنا احد من الديوانيه محمد حياك الله منو عندي اتصال اخر جو موجود ويانا شباب يسمعني الو انت على الهواء لا يسمعني مش يبدو يسمعني اكو موجود اتصال بعد الاخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس الاسم الكريم احمد من الناصرية حياك الله تفضل احمد تحياتك الله يحفظك تفضل تفضل اسأل عن سلف الموظفين يعني اللي تراسي وسلف ال 5 ملايين او 10 ملايين سلف يعني او مات السؤال بصوت اوضح اذا سمحت العفو حبيبي تحياتي مثل عن سلف الموظفين يعني 100 موظفين سلف الموظفين ال 100 راتب تقصد لو 5 ملايين احمد بن الناصري حياك الله شكرا احمد السلف هذه مشموله بالتقشف استاذ لا هي قضيه اليوم انت ايضا انت ما تقدر تفرغ الحقيقه الخزينه حطتها صح زاحمت المواطنين بالسلف هاي يعني حقيقه قائمه يعني تاجل لا ما تاجل اقول لك شنو اللي صار البنك المركزي العراقي قدم باكج نعم. عقيبة إقراضية كبيرة يعني يكون عند المصرف الزراعي والصين وصندوق الإسكان نعم. هاي راح تكون سلف للمواطنين بشكل عام فالمدعى صارت في وقتها يعني واستفادوا منها منتفعين وفتحوا باب لكل العراق بصراحة هيك صارت صحيح يعني حقا من يحكي شيء على السوء بس مع ذلك اليوم احنا نظمنا 5 تريليون توزع يعني على المصارف 3 وتريليون من راح تجوز فائدة سنوية هذه ممكن المواطنين يستفادون منها حسب الاهميه يعني السلف مات الموظفين لهم مشكله من هالابواب نعم زين نعم. السيوله النقديه نعم
راح تشمل تطلب الحكومه فلوس عند المقاولين. نعم هاي هي المشكله القائمه الوقت الحاضر اللي هو يسبب العجز. حقاتهم ذولا اي مستحقاتهم أكيد. وهذا تعرف أهم قرض من بنك صحيح وكواحد داعي عمال الدوله معطيها اهتمام كافي لهالموضوع يعني بالرغم من يعني قلت لك اليوم هاي احنا قدرناها للقطاع الخاص اشياء الفط الى اخره يعني اتذكر رقم هكذا اول تريليون عن طريق وزارة المالية فاتوقع الاولويات المتعاقدين اصحاب المعينة وستتدفق هم مضمونة يعني انا اكو يعمل في شيء نعم يعني انا دائما اود استفسر اليوم اكو هيك حالة صايرة انه المقاول يستلم فلوس يبني مشروعه بالحكومة بفلوس الحكومة يعني شو نسميه سلفة مقدمة ياخذ المقاول ياخذ 10% اكو هيك بفساد طبعا احكيك اياه يعني اكو هيك اشياء نعم مشروع صفر يعني نعرفه احنا اللي يدعون ممكن اصحاب قسم حقيقيين واصحاب يعني ضمن الفساد المعروف هاي مشخصه لكن الحقوق المعلوميه الاثنين خلاص سملوا مشاريع وعليهم مستحقات احمد من بغداد حياك الله الله يحفظك ويرعاك اي تفضل انا كنت هنا نعم انا مهندس الهلود مع العاملين وياهم نعم واذا يعرف الاستاذ او الدوله تعرف بنغلاديش متعاقدين وياهم جوا مستحقات طبعا مثل قاموا يهربون بيهم نار زين ايش قد صار لكم مستلمين مستحقات؟ واحد والشهر الرابع مستحقات شو اسم الشركه مالتك؟ ياقوت جاي شو اسم؟ شنو مشروعها نوع المشروع مالتها؟ تعليميه 20 طابق وهينا الان في 2015 وسبع طوابق والطابق السابع سبب الافلاس سبب تقشف ماكو رواتب لكم لو شنو؟ فلوسنا من الدولة أربع مشاريع فما تطيهم فقاموا يوزعوا وبالنهاية ما حصلنا كل هو الآن يسكن في هولندا فأتمنى من قناتكم أن نزلوا هذا الجو المحبوسة أي. اللي هو 150 انجلترا واللي أنا واحد من عجمهم زين حقاتنا لم تركي لأن حتى فلوس ما أقدر أوصل بيها أحمد زيت حقه ابن النفيس ابن سينا هذا يا خضراء مو داخل ما ابن سينا اللي موجود كلية الصيدلة في بالبيان أنا أعرفه بن سينا بالخضراء الخضراء كلية الصيدلة مستشفى صيدلة هاي بكلية وجهنا كاميرا فديوم من الأيام خلي يواجه مشكلة الشوك جاوبني من ينطون واضح من ينطون هيك هيك أصحاب شركات خليني أرجع الضيفي تعت مشكلة السبب في يعني ما جاي نفهم بالتحديد هذا اي نعم هو نفس الشيء هذا انا ما اعرف مشروع حكومي ذاك الحكومي نفس المشكله لا ما له علاقه القطاع الخاص انا في تقديري عادي يحق له يروح يشتغل طبعا حقوقه ياخذ اي نعم زين عقوبات استاذ نعم. مظهر نعم خلت مشاريع 2014 بس ب 2014 ما عنده موازنه لمشاريع 2014 اي نعم اتمنى اسمع الاجابه ان اسمع باسم من النجف باسم من النجف الو باسم حياك الله عزيزي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باسم عزيزي تفضل. تفضل باسم. شو رعاك؟ أحب ضيافتك وأشكرك على هذا البرنامج. الله يسلمك. إنه يعني المعاني من هذا لابد طبيعي لابد بالمسؤولين في كل الجهود تضافر من أجل الخروج من هذه الأزمة. اتصال غشي. نعم. يعني في هذه الاوقات أيه. خصوصا انه صحيح اشكرك باسم من النجف الاشرف حياك الله وحيا اهلنا في محمد سيلتقي بالقليل عن مصير في المحافظات والان ايضا القصه حزينه انا سمعتها أيوه. في محافظتي قامت وقعت على اطلقت سلف أشكيا قبل أن تقرر الموازنة. نعم. اللي تعرف 2014 مال تلت سنة 2000 دخلوا بالتزامات غير قانونية أشكيا. واليوم بعض المحافظات أنا أعرف على الاسم متلبسة ما بتلبسة بمشاريع تعداتي غير قانونية وبالتالي يعني ما أعرف شلون راح تحل. مثال واحد عن. لا عن لا بدون ذكر. مثلاً. هسه أحكي لك قسم أي. منها صارت لأغراض انتخابية يعني قضايا دعاية فيها شبهات فساد أشكياها قسم منها بحسن نية خلوا الأصناف صنف للانتخابات. صنف في الفساد حتى متراكم في بعض المحافظات يعني دون ذكر الاسماء جرى لها مشكله هاي بالمستقبل يعني يراد لها يعني دراسه بدون ما دفعوا
فلوس المحافظه دفعت سلف او الى اخره بدون تخصيصات هاي تجاوزوا على القانون بصراحه، اكو خرق للقانون وبالتالي 14. نعم اي نعم اي نعم. في المشكله تعرف بعدد من المحافظات، يعني على الاقل اعرف 2 أو 3 محافظات الموازنه تجاوزت المليار. طبعا انت تعرف انه هناك مصالح زائدا الاقتراض اللي احنا اعضاء بها اللي ملتي لاترال متعدده الاطراف اللي بنك بصراحه، يعني هناك محاوله اقتراض من السوق قرض، يعني وزاره الماليه يعني تحسويه خلينا نسميها المرحله المقبله، يعني المشاريع نعم. اللي راح تتلكئ او اللي تتلكئ ايقاف التعاقد مع الشركات، سحب الرخص. تبيني انا احضر جزء من الاجتماع يعني داخل هيئه المستشارين، صار سلسله من التعليمات لمعالجه هاي المشكله، يحمل اطراف المقاوله بعض المسائل. طيب اسمح لي ان انوه للساده المشاهدين الاكارم بمع برنامج ناس وحكومه الاسئله لكم لكل ضيوف الصفحه في المستقبل ان تشاهدون ناس وحكومه، اما سالهم ان يكتبوا في الفيسبوك ناس وحكومه تطلع لهم الصفحه الظاهر عن بها لوجو البرنامج قناه المدى 766. اني الوقت اللي بستفاد من الشاشه التفاعليه مع ختام كل حلقه او ما قبل الختام انت راح تكون في مكانك، ايش نكتب اللي يفترض انهاء قضيه التقشف على الاقل او معالجه الضاقه الماليه؟ نعم نعم. طيب مواجهه الضاقه ايش نكتب؟ هو نقبه كفاءه الصرف، مراقبة الصرف، هل هذه الأموال تذهب إلى أهل الأزمة؟ الأزمة المالية. المالية طبعا. نعم صحيح. العام. أكيد. في تدبير الموارد. في تدبير الموارد. تدبير الموارد واعتبارها منظومة إنذار مبكر. اعتبارها منظومة إنذار مبكر. لأي طارئ بالحق لا سامح الله. انذار. نعم. زين. نقدر نوقع استاذ مظهر؟ اي بالتاكيد. يلا. نعم. تفضل وياي استاذ. نعم. اوقع لك يعني انا. ايه هذا امضائك راح نستفاد منه في كل الحلقات المقبله. ان شاء الله. ونناقشه مع ضيوفنا ونتابع نقطه نقطه شلون نقدر نحققها على ارض الواقع مع الساده المسؤولين والتنفيذيين. ان شاء الله. مشاهدينا الان نطبع طبعا نسختين. واحدة للأستاذ مظهر وواحدة تبقى للاستوديو تؤرشف في فقرات البرنامج في ملف خاص نناقشها في كل حلقة مع السادة المسؤولين. إذا انطبعت الشباب طيب وصلتكم؟ يا الله هذه أول نسخة. الثانية عاشت إيدك يلا. شكرا جزيلا استاذ مظهر. هاي نسخه يمك راح تبقى للذكرى. تسلمك ابوي. وهذه نسختنا، نسخه البرنامج راح تبقى في ملف برنامج ناس وحكومه. اوعدكم بمناقشتها مع الساده المسؤولين، وطبعا راح يكون الراي خاص بك لان في توقيعك انه هذا راي الاستاذ الخبير الاقتصادي ومستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الاستاذ مظهر محمد صالح. عموما مشاهدينا الكرام يبدو انه الوقت داهمنا حقيقه. نلتقيكم غدا إن شاء الله تعالى بفقرات جديدة ومحور جديد. انتظروني في أمان الله.